احنا لسه مع الريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم، تمام، وبنتكلم على موضوع اسمه الاي اي ار او الانتيتي ريليشن شيب موديل. الانتيتي ريليشن شيب موديل او الاي اي ار هو الاي اي ار اللي احنا كنا اخذناها، بس بنضيف عليها بعض الامكانيات الاضافيه اللي ممكن تساعد في تصميم الداتابيس. طيب ايه اللي هناخده في الموضوع بتاع الاي اي ار ده؟ مقسمين الموضوع 7 حاجات اساسيه قوي هناخدهم في موضوع الاي اي ار. اول حاجه ايه هو معلش العرض بالعربي، انا اسف ما كنتش مجهز حاجه انجلش. ف ده الموديل بتاع الاي اي ار. وبعد كده هنعرف حاجه اسمها السوبر انتيتيز والسب انتيتيز، تمام، اللي هي الانواع الرئيسيه والانواع الفرعيه. كان بنتكلم عن حاجه اسمها الوراثه او الانهيرتنس، تمام. كان بنتكلم عن حاجه اسمها التخصيص والعموم اللي هي السبيشاليزيشن والجنراليزيشن، تمام. وبعد كده بنتكلم على القيود في عمليه النوع الرئيسي والنوع الفرعي اللي هي الكونسترينتس على السوبر تايب والسب تايب، وبناخد التمييز بتاع الخاص بالنوع الفرعي، وبناخد الهيراركيز بتاعه السوبر تايب والسب تايب. دول ال7 حاجات الاساسيه المفترض نبقى عارفينهم عشان نخش في الموضوع ده. انا قدر الامكان هتكلم عن الموضوع على السريع بحيث ان احنا المفترض ان احنا شفنا الكلام دوت او اخذنا عنه نبذه، وبعد كده نبقى نرجع ان شاء الله ناخد عليه فود اكزامبل او بروجكت او كده. فالاي اي ار اللي هو الانهانسد انتيتي ريليشن شيب موديل، طبعا هو الاي ار الشهيره اللي هي انتيتي ريليشن شيب موديل. انهانسد ده بس مجرد عن تحسين داخل على الفكره، التحسين ده كله طرا من فكره واحده بس مش اكتر، اللي هي السوبر تايب والسب تايب. وما تم بناء عليه، وما تم بناء على السوبر تايب والسب تايب، والعمليات بقى اللي بانت بناء على السوبر تايب والسب تايب دي، تمام. طيب يعني ايه سوبر تايب وسب تايب؟ الفكره ببساطه يعني لما بنلاقي في السيستم عندنا مثلا انواع للانتيتي، احنا عندنا انتيتي ده الطبيعي، الانتيتي ده بيبقى اي نوع من اي انتيتي موجود عندك في السيستم. لما تلاقي انتيتي تاني شبيه ليه جدا، او تلاقي ان الانتيتي دوت فيه مجموعه من الاتريبيوتس مماثله للاتريبيوتس التانيه بالظبط، في تشابه كبير جدا بينهم، فانت فعليا في الداتابيز اللي هي الاي ار وبعدين احنا بنريبيت او بندبلر نفس الاتريبيوتس بنفس كل شيء هنا وهنا، وده بيبقى ليه عيوبه او بيفقد بعض المميزات لو قلنا بشكل ادق. ولما اقول بيفقد بعض المميزات يعني معناها ان احنا ممكن نمشي بالاسلوب الثاني ونخسر بعض المميزات، ونخسر بعض الايه؟ بعض المميزات. فهنا بيديني مثال عشان يوضح لي الفكره، لو في اي حد على طول مش فاهم حاجه او شيء ينبهني على طول او يوضح لي على طول، ما فيش مشكله، تمام. طيب انا عندي حاجه اسمها السوبر تايب، فبيقول لي ان وليكن انا عندي مثلا امبلوي، الامبلوي ده هسميه السوبر تايب لو انا عندي عندي حاجه اسمها اورلي امب وسالاريد امب، يعني عندي موظفين بالساعه وعندي موظفين شغالين بالراتب. الموظفين شغالين بالراتب ثابتين، والموظفين شغالين بالساعه، اللي شغال بالساعه دي سعر الساعه ولي مثلا عدد الساعات المفروض يجتازها، وليه شويه حاجات شروط وشويه بيانات بتتدخل في الداتابيز مختلفه عن الراجل بتاع المرتب الثابت، المرتب الثابت والمتغير وليه حافظ ولا لا او ليه مش عارف ايه، فهي قصه ثانيه يعني، في ديتا تانية، في توصيف تاني، رغم ان في حاجات اساسيه اللي هو رقم الموظف، اسم الموظف، عنوانه، تليفونه، ومش عارف ايه، الحاجات دي ثابته. فدي الفكره ان انا بدات تحصل عندي الكيس دي، تمام. لما نيجي بنمثل السوبر تايب والسب تايب، ودي اهم جراف موجود في الموضوع لازم نكون فاهمينه كويس جدا، ان انا عندي السوبر تايب بنحطه فوق كده، وده الجنرال انتي تايب، ده الانتي تايب العام، وعندي تحتيه مجموعه من السب تايبس، في اكتر من ايه؟
اكتر من سب تايب او اكتر من تشايلد، تمام؟ ممكن نسميه تشايلد. السوبر ده عادي بيبقى فيه مجموعه من الاتريبيوتس عاديه جدا، دي كلها شيرد. الاتريبيوتس الخاصه بالسوبر تايب هي شيرد باي اول انتيتيز او باي اول سب انتيتيز. يعني ايه؟ اكن ديت اكن السب انتيتي الاولاني هيبقى مشارك في كل السوبر انتيتي، والسب انتيتي الثاني مشارك في السوبر انتيتي الثاني. يعني باختصار لو الناس عارفه برمجه، لو الناس عارفه برمجه الفكره بالظبط لما يكون كلاس بينهرت من كلاس. الفكره قريبه جدا جدا لما يكون كلاس، انا عندي كلاس اسمه مثلا البيرسون، والبيرسون ده هيبقى فيه الاي دي والنيم والفون والجندر والحاجات الاساسيه، ويبقى عندي هيبقى عندي كلاس تاني من البيرنت دوت تشايلد بيبقى معاه مثلا حاجات اضافيه، مثلا تيتشر بينهرت من البيرسون، وبيضيف بقى شهادات وبيضيف المواد اللي بيدرسها وبيضيف مش عارف ايه. دي برضو مجموعه من الخصائص الخاصه بيه هو. وفي عندي برضو مثلا للستودنت بينهرت برضو من البيرسون والى اخره. نفس الفكره في البرمجه، هي نفس الفكره هنا في الموضوع بتاع الاي اي ار. هم بيحاولوا يحسنوا الاي ار ويدخلوا فيها بعض المفاهيم الخاصه بالاوبجكت اورينتد اللي هي السوبر تايب والسب تايب. فبيقول لي ان كل الاتريبيوتس اللي موجوده على السوبر تايب هي بتبقى كانها شيرد بتوين كل السب تايبز اللي موجوده تحت، وده مفهوم جدا في الاوبجكت اورينتد. طيب بيجي بعد كده عندي الناس سمعاني كويس والصوت كويس والصورة كويسة؟ يا ريت الناس ترد عليا. ايه؟ يبقى بس هي استاذه اسراء بتشتكي هي عندها الانترنت ضعيف، وكده كده الجزء دوت انا مسجله لكم، وكده كده بنسجله ان شاء الله، وكده كده هنرفعه يعني ان شاء الرحمن يعني، تمام؟ فكده كده ان شاء الله احنا هنرفع الشغل ان شاء الله بعد ما نخلصه باذن الله، تمام؟ طيب اللي انا عايز اقوله ايه؟ احنا بنتكلم على السب تايب. السب تايب ده تايب سب تايب. الاتريبيوت دوت طبعا الاتريبيوتس اللي بتبقى خاصه بالسب تايب هي طبعا اتريبيوتس يونيك للسب تايب ده، يعني خاصه بالسب تايب ده بس، مش موجوده في الجنرال ولا موجوده في السب تايب الثاني ولا اي حاجه خالص. طيب واللي هو طبعا الاتريبيوتس اللي موجوده على السب تايب 2 هي برضو يونيك تو السب تايب 2 وخاصه بيه. طيب لو في كمان عايز اتكلم عن حاجه ثانيه، لو في ريليشن، لو في ريليشن واصله بالسوبر تايب، ولو في ريليشن واصله بالسب تايب. نبدا الاول لو في ريليشن واصله بالسب تايب. لو في ريليشن واصله بالسب تايب يعني اي ريليشن واصله بده، ففي الحاله دي هي الريليشن دي خاصه بالسب تايب ده بس، الريليشن خاصه بالسب تايب ده بس، تمام؟ مش خاصه بغيره. اما لو في ريليشن مرتبطه بالسوبر تايب اللي فوق، تمام؟ اكنها بالظبط ريليشن مرتبطه بكل السب تايب، ودي حاجه برضه مهمه جدا. يعني برضه الريليشن لكنها شيرد بتوين الايه؟ الاول سب انتيتيز اللي هي ريليتد بالسوبر انتيتي اللي موجود فوق، تمام كده؟ طيب دي ازاي بنريبريزنت الايه؟ السوبر تايب والسب تايب كشكل يعني. طيب فبيقول لي عايزين مثال، فبيقول لي ان في شركه عندها 3 تايبس اوف امبلويز، في عندها 3 انواع من الامبلويز، في عندها hourly employees وعندها salaried employees وعندها contract consultant اللي هو بيبقى استشاري، تمام؟ وبدأت تقول لي بص أنا عندي ال hourly employee اللي هو SSN اللي هو social security number، وعنده النيم وعنده الادرس وعنده الهاير ديت وعنده الاور ليت. الريت ده اللي هو معدل او سعر الساعه، تمام؟ سعر الساعه يعني الساعه بتاعته بكام. وعندي السالري امبلوي، عندي الاس اس ان، وعندي النيم، وعندي الادرس، وعندي الهاير ديت، خد بالك، بس ما عنديش
الموضوع بتاع الريت ده بتاع الساعه، لكن عندي السالري وعندي ستوك اوبشن. تمام؟ طيب عندي كمان الكونسلتنت، عندي نفس الكلام، عندي اس اس ان، عندي نيم، عندي هاير ديت، عندي كونتراكت نمبر يعني رقم التعاقد اللي بينك وبين الشخص دوت، و والبيلنج جريد. تمام؟ والفلوس يعني او مقدار البيلنج يعني البيل اللي هي الفواتير بتاعته او الحساب بتاعه. فكده انا عندي لو جيت بصيت على الموضوع دوت هلاقي ان انا عندي حاجات مشتركه وعندي حاجات مختلفه. هلاقي ان انا عندي الاس اس ان مشترك فيهم كلهم، هلاقي ان انا عندي النيم مشترك فيهم كلهم، الاقي عندي الادرس مشترك فيهم كلهم، الهاير ديت مشترك فيهم كلهم. دول كده يعني فور اتريبيوتس موجودين فيهم كلهم. وبعد كده عندي كل واحد ليه حاجه تخصه ملهاش دعوه بالايه؟ بالتاني خالص. فاحنا عايزين نقول ان كل واحده من دول ليها لازم يبقى فيه حل. مش معقول ان احنا نتعامل معاهم كلهم بشكل واحد او كل واحد منفصل عن التاني وخلاص. دي الفكره. فقال لي بص عشان نبدا نشتغل دي بنشتغلها بالشكل ده، بس خدوا بالكم بقى من الايه، من المراحل اللي هنعلى فيها. تمام؟ فقال لي انا عندي امبلي، امبلي ده ليه اس اس ان، ليه نيم، ليه ادرس، ليه هاير ديت. انا عملت ايه؟ الامبلي ده ما كانش ليه وجود اصلا عندي. دي ما كانش ليه وجود عندي اساسا. انا كان عندي اللي هم الانواع اللي تحت دي. فقال لي انا هعمل جنرال تايب، هعمل النوع الرئيسي، تمام؟ السوبر تايب اللي هو اسمه الامبلي، واديله اس اس ان وده عادي يونيك كي، والنيم والادرس والهاير ديت. وبعدين قمت مديله ايه؟ الاورلي امبلي والسالاريد وكونسلتنت. ف حطينا هنا كل الحاجات العامه المشتركه شيرد بتوين كل الايه؟ الانتيتيز. وجيت هنا قلت ايه؟ الاورلي امبلي حطيت له هنا الريت بتاعه ده الخاص بيه هو، ما كانش فيه غير الاتريبيوت ده سبيشاليزد او متخصص في مع الراجل ده. والسالاريد حطيت له الانوال سالاري وحطيت له ستوك اوبشن حاجات خاصه بالاسهم والكلام ده. والكونسلتنت حطيت له الكونتراكت والايه والبيلنج ريت. فالفكره كلها ان بقى عندي ده جنرال تايب وعندي دول سب تايبس موجودين ليه. دول بقى عندي عباره عن سب تايب موجودين ايه؟ موجودين ليه. طيب كويس جدا.